ما إن تم الإعلان عن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل بوساطة وضمانة أمريكية في إنجاز جديد للدبلوماسية الإماراتية، مسجلاً انفراجة في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويعطي قبلة الحياة لحل الدولتين من خلال تراجع إسرائيل عن خطط ضم الأراضي والمستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن. في الوقت الحالي من أجل تعليق ضم الأراضي في الضفة الغربية، ونحن وافقنا. الأمريكيون قالوا إننا نريد أن نوسع نطاق السلام، وهذه هي الأولوية. توسيع دائرة السلام هي الأولوية في الوقت الحالي. حتى خرج الذباب الإلكتروني مدفوع الأجر مهاجما دولة الإمارات، ومتهما إياها بالتفريط في حق الفلسطينيين والتخلي عن قضية العرب المركزية، وهي اتهامات مغلفة وواهية تخرج من جهات معلومة التوجهات والتمويل. لكن المحللين والمواطنين الفلسطينيين والعرب أثنوا على الخطوة الإماراتية، مؤكدين على أنها خطوة شجاعة نحو الحل النهائي للقضية. أولاً ننظر إلى مثلاً قضية وقف ضم الأراضي، وهو شيء محمود، لكنه في نهاية المطاف كان وإن تم تطبيقه سيبقى غير قانوني تماماً كضم القدس. أما بالنسبة للخطوات الأخرى التي ممكن أن تنتج عنها، هو أن تكون مقدمة لضغوطات على دولة الاحتلال لإحقاق الحق الفلسطيني. هذه خطوة جريئة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوة جسورة جدا، جاءت في ظرف سياسي متغير جدا وحاد تشهده المنطقة. بكل تأكيد أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقرر مصلحة الشعب الإماراتي، وتقرأ خارطة المستقبل السياسي للمنطقة، واتخذت هذا القرار بناء على معطيات ترشحت وتصاعدت أهميتها لديها، ولذلك جاء هذا القرار الذي يعتبر قرار شجاع من دولة الإمارات العربية المتحدة وغير متردد. وبعض العرب غضبانين واستنكارات، ما شفنا استنكاركم نشيد الصهيوني على الأراضي القطرية، ما شفنا غضبكم لما هبطت طائرة شحن تابعة للاحتلال الصهيوني في الأراضي التركية. ليش ما عملتوا ضجة وهاجمتوا قطر وهاجمتوا تركيا؟ ليش؟ وانتوا عارفين الاتفاقات بين تركيا وإسرائيل، وعارفين الاتفاقات بين قطر وإسرائيل. المرتزقة ما شبعوا لغاية الآن من التجارة بقضية فلسطين، بنوا في دول أوروبا قصور ولهم شركات سيارات وعقارات بسبب قضية فلسطين، تجارتهم هذه القضية، ولغاية الآن مش شبعانين. فدولة الإمارات ما بلتوا يذراعها، بل أكدوا أن دولة الإمارات قادرة على إحداث اختراق هائل في مفاوضات السلام، بل وقادرة على ترسيخ مفاهيم جديدة للسلام في الشرق الأوسط. طبعا هذه الاتفاقية ستعزز من عملية السلام، وستدفع عملية عجلة السلام بين العرب والإسرائيليين، وستدفع بالأمن بالمنطقة والعالم أجمع، وهي دافع قوي ومحرك للأمن والسلام العالمية. ودعوا الفلسطينيين إلى التعقل ودراسة الأمر بروية، والتوقف عن توجيه الاتهامات دون دراية، وأن دولة الإمارات دائماً ما كانت سنداً للفلسطينيين الذين يقيم عشرات الآلاف منهم في الدولة كأبنائها ولم يشعروا يوماً بالاغتراب. اتفاق اليوم الذي جرى بين دولة الإمارات وإسرائيل هو اتفاق نحو حل سياسي شامل خصوصاً في فلسطين. طبعا النقطة الأهم من ذلك اليوم، احنا نهدف الحل القضية الفلسطينية عبر الطرق السياسية بعيدا اليوم عن الحروب أو النزاعات. فأنت كفلسطيني ما بيطلع لك تطلع تسب أو تغلط أو تعمل فيديوهات تحكي فيها عن دول طول عمرها واقف مع فلسطين وشعب فلسطين. فاللي قاعدين انتم بتعملوه عبارة عن فتنة، والفتنة عند ربنا سبحانه وتعالى أشد من القتل. فلما حدا يسألك أنت من وين، قل له أنا فلسطيني. بطلوا فلسفة، بطلوا تزاودوا عليهم، بطلوا حكي طالع نازل بدون معنى، بدون ما تفهموا شو هي هاي الأرض. غيرها وغيرها وغيرها عملت قبلها، كل البلدان عملت،
هلا وقفتوا على أرض الإمارات وبلشتوا تتفلسفوا؟ لتبقى دبلوماسية دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وفي ظل أبنائه من بعده سنداً قوياً للفلسطينيين وقضاياهم، وقادرين على اتخاذ خطوات فعالة وشجاعة للحفاظ على الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.